سالت احد الاخوه اتصل بي قلت له انه هذه الحمله اللي شنت على الاسلام انه دين ارهابي دين العنف شنو اثرها هناك قال هذه ولدت في المجتمع الغربي رغم رغبه جامحه في التعرف على هذا الدين الآن جديدا هذا مو كلامه، نقل انه اكو اقبال على تعلم اللغة العربية. لأنها لغة القرآن، القرآن شنو دا يقول؟ وقال لي كما أظن أو نقل لي واحد آخر أن القرائين انتهت. هناك القرائين المترجمة. فسألته هذه مجرد معرفة أو اعتناق فقال لي كلام لطيف، قال المعرفه طريق الى الاقتناع والاعتقاد والاعتناء، معرفه القرآن حقيقة كتاب عجيب لكن إذا يعرف القرآن يخوف، مو يخوف بمعنى الارهاب يعني الحق الحق يخوف هذا الضوء يخوف عندما هذا الضوء اجا كل الشموع ولت والمصابيح النفطيه القديمه ولت يخوف هذا الاختراع الذي اخترعه ذلك المخترع المعروف قاموا ضده اذا اخذت هذا المصباح وضمته اما اذا المصباح إجا بعد من يروح على الشموع القديم عرض يحتاج حقيقه القران احنا اللي عشنا في اجواء القران وفي اجواء الاسلام وفي اجواء الاحاديث حقيقه واحد عندما يسمع القرآن في بعض الأحيان حقيقة يحركه من الأعماق بالذات إذا واحد في أوقات النفس لا تكون مشغولة لا تكون ملوثة يوم من الأيام قوموا سحرا واسمعوا مناجات الحرم شوفوا شلون يأثر في روحياتكم اسمعوا القرآن في الأسحار وشلون يأثر يحركنا تحريك يعني الطاقة التي يولدها القرآن في في نفوسنا لا تماثلها طاقة